السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلاب تالتة ثانوي. نكمل مع بعض حل كتاب الوسام بنك الأسئلة. نبدأ في الفصل الثاني، الجزء الأول قبل أجهزة القياس. أول سؤال معانا جايب سلكين مستقيمين فيهم تيار واحد أي واحد اتنين أي، وجايب المسافات دي متساوية، وبيقول محصلة كثافة الفيض بتنعدم عند أنهي نقطة في دول. أول حاجة أعرفها هي في الداخل ولا في الخارج؟ هنا التيارين في نفس الاتجاه، فلو شفت اتجاه مجال السلك ده هتلاقي يمينه اكس وشماله نقط، ده يمينه اكس وشماله نقط، فهنا في الداخل الاتنين عكس بعض. اما في الخارج ده اليمين ده كله اكس وده برضو اليمين اكس، فاليمين ده كله بتجمع، اما هنا بتجمع هنا بتطرح، فهي في الداخل. طيب بتبقى ازاي النسبة ما بين التيارات بتساوي النسبة ما بين المسافات؟ يعني التيار ده نص ده، يبقى المسافة هنا لازم تكون نص هنا، يعني التيار او نقطة التعادل هتكون هنا، التيار الصغير جنبه مسافة صغيرة والتيار الكبير جنبه مسافة كبيرة، فنقطة التعادل هتكون عند النقطة A، يعني الإجابة رقم د. نفس السؤال في المسألة دي، عاوز النقطة التي تكون كثافة الفيض عندها أكبر ما يمكن. أكبر ما يمكن يعني أكيد إحنا بنجمع. طيب هنجمع هنا ولا هنجمع هنا؟ مين فيهم هنا هتفرق ولا مش هتفرق؟ هتفرق، لأن التيارات مختلفة والمسافات مختلفة. طيب نعرف منين؟ نحسب النسبة بين التيار والمسافة بتاع الأول والتاني. بتاع الأول لو حسبته عند النقطة دي فيبقى I على D. طيب التاني عند النقطة دي هيبقى 2I، والمسافة كلها 1 2 3 4D، يبقى I أو 2I على 4D. 2 على 4 يعني نص، يعني 1 زائد نص. الأي على الدي ثابتة، هنا 1 هنا نص، يبقى دول بدينا 1.5 بي مثلا. طيب تعالى نحسبها عند السي. عند السي السلك التاني ده تيار 2i والمسافة دي، يبقى عندك 2i على دي زائد ده i على 4d، يعني i على 4d. الاي على دي زي ما هي ثابتة زي ما احنا عارفين، هنا 2 وهنا ربع، يبقى تجمعهم مع بعض يديلك 2.25. طيب الأكبر 2.25، يبقى النقطة هي سي، الأكبر كثافة فيض. سؤال رقم 3، يمر تيار كهربي في سلك مستقيم طويل وفي اتجاه عمودي على مستوى الصفحة اللي هو الإكس، اللي في الثلاث حالات دول أو الأربع حالات، اتجاه كثافة الفيض عند النقطة إيه هيكون؟ ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ إكس داخل، المفروض إيديك اليمين صباعك الكبير داخل لجوه، فأنت هتلف مع اتجاه اللفات، هيكون دايرة بالشكل ده كده، يعني ده الاكس المفروض اتجاه اللفات هيكون كده، فهو يا اما نازل لتحت، ال A دي المفروض على يمين السلك، يعني السلك هنا ويمينه اهو، ده يمين السلك، يبقى عند النقطة اللي على يمين السلك لازم يكون المجال نازل لتحت، يبقى الإجابة صح يا رقم ب. سؤال رقم 4، شعاع إلكتروني يمر في خط مستقيم موازي لسلك مستقيم به تيار كهربي كما بالشكل، تكون كثافة الفيض عند ألف وباء، إيه العلاقة بينهم؟ متساويين ولا في حد أكبر من التاني؟ يعني إيه ده شعاع إلكتروني؟ معناه إن هو اتجاه التيار فيه كده، لأن إحنا عارفين اتجاه التيار عكس اتجاه الإلكترونات، وبداية من الفصل التاني لازم ناخد بالنا من الموضوع ده كويس جدا. يبقى عاوز يقول إن في سلك اتجاه تياره الأسفل وسلك اتجاه تياره الأعلى، ففي النص انت بتجمع وفي الطرف انت بتطرح، فكثافة الفيض عند النقطة A دايما هتكون أكبر من كثافة الفيض عند B، يبقى عند أ أكبر من باء، يعني الإجابة رقم باء. سؤال رقم 5، تزداد كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في سلك بمين؟ سلك يعني ميو أي على 2 باي دي، يبقى يا إما زيادة تيار يا نقص مسافة، يبقى زيادة شدة التيار بقى تمام. جيم عزم الازدواج المغناطيسي على ملف يمر به تيار موضوع في مجال مغناطيسي يكون قيمة عظمى عندما تكون الزاوية بين مستوى الملف والفيض. مفروض عزم الازدواج الزاوية هي اللي ما بين مستوى الملف العمودي على الملف والفيض، فالقيمة عظمى لو عمودي على الملف والفيض بزاوية 90، يعني الملف بيكون موازي، فهنا المفروض احنا عايزين الملف موازي، فالزاوية ما بين مستوى الملف والفيض هتساوي 0، يعني الإجابة رقم باء. سلك رقم 7، السلكان متعامدان معزولان، السلكين دول يمر بهما تيار I و2I،
تنعدم كثافة الفيض لهما عندما عند النقطة مين في دول هتنعدم كثافة الفيض. أول حاجة قلنا بنعرف اتجاه المجال، السلك ده يمينه بيبقى اكس شماله نقط، السلك التاني يمينه اكس وشماله نقط. هنلاقي هنا الاتنين زي بعض فهنا بنجمع، هنا الاتنين زي بعض فهنا بنجمع، فهنا مفيش نقطة تعادل ولا في هنا نقطة تعادل، يبقى هنا منطقة طرح، هنا منطقة طرح. نقطة التعادل فين؟ المنطقة اللي بيكون عندها النسبة بين التيارات بتساوي النسبة ما بين المسافات. نيجي للنقطة دي، هنا المسافة ما بين التيار اي مسافة دي، ما بين التيار اتنين اي المسافة اتنين دي، المسافة دي زائد دي، فهنا اي على دي هي الاي على دي، يعني المسافة ما بين النقطة والسلك النسبة ما بين المسافة هنا وهنا هي نفس التيار هنا وهنا، يعني لو قسمت دي على اتنين دي يعني نص، والاي على اتنين اي يعني نص، يعني دي هي اللي صح، يعني الإجابة هتكون رقم د. طب نيجي نشوف البي، البي المسافة عن السلك الاتنين اي بتساوي دي، وعن السلك الاي بتساوي اتنين دي، يعني النسبة معكوسة، فدي مش نقطة تعادل. بعد كده السؤال الثامن بيقول تزداد كثافة الفيض عند مركز ملف دائري، ملف دائري يعني ميو ان اي على تو ار، يبقى زيادة اي او ان او نقص ار، فهنا يزداد القطر، لا يزداد عدد اللفات، ايوه يبقى الاجابة رقم ج. وحدة قياس عزم الازدواج نيوتن متر، لانه قوة في مسافة. اكبر عزم الازدواج يؤثر على ملف في مجال مغناطيسي عندما يكون مستوى الملف عمودي ولا موازي ولا بزوايا. اولا الزوايا غلط، لان لازم عمودي او موازي عشان الزاويه تكون 90. طيب احنا المفروض الزاويه 90 عشان اكبر قيمه، فتقوم رايح قايل عمودي، نقول لا، عزم الازدواج القانون بتاعه الزاويه بتاعته ما بين العمودي على الملف وخطوط المجال، يعني لو قال الملف يبقى لازم يكون الملف موازي للفيض عشان العمودي يكون عمودي على الملف، يعني الاجابه رقم ب. الشكل رقم 11 ده جاي باتجاه مجال الأرض، في النص هنا سلك نقطة، معناه ان اتجاه التيار عمودي للخارج، يعني زي القلم ده كده، لو انا عامله الأعلى فاتجاهه للأعلى عمودي على اتجاه خط المجال ده. طيب بيقول في الشكل سلك مستقيم يمر تيار عمودي على صفحة للخارج موضوع في مجال مغناطيسي أو مجال الأرض بيه الأفقي، فإن محصلة كثافة الفيض عندهم تكون أكبر قيمة عند أنهي نقطة؟ أكبر قيمة يعني بتجمع، إمتى هتجمع؟ لما يكون اتجاه المجال بتاع السلك نفس اتجاه مجال الأرض. طيب نيجي عند كل نقطة، ده السلك اتجاهه الأعلى فهيلف كده، فيبقى عند النقطة دي الأعلى والنقطة دي شمال ودي تحت وهكذا، يبقى اتجاه المجال عند نقطة واحد الأعلى، هنا لليسار وهنا أسفل وهنا يمين، فالنقطة اللي بنجمع عندها الاتجاهين زي بعض هيكون النقطة رقم واحد يعني ألف. كثافة الفيض عند رقم اتنين تساوي كثافة الفيض عند مين؟ رقم اتنين اللي زيها هيكون رقم أربعة. ليه زيها زي رقم أربعة؟ لأن الاتجاهين، أو تعالى نوضح الرسم أول عشان نحل كل الأسئلة براحتنا. أول حاجة واحد قلنا إن اتجاهها نفس اتجاه مجال الأرض، اتنين عكس اتجاه مجال الأرض فهتطرح، دي رقم تلاتة. أما اتنين وأربعة فاتجاهها عمودي على مجال الأرض، فالمحصلة هي الجذر التربيعي لمجموع المربعات، وهنا مش هيفرق اتجاهها يمين من شمال، لأن كده عمودي زاوية 90 وكده برضو عمودي زاوية 90، فرقم اتنين زي رقم أربعة. طيب أقل كثافة فين؟ لما نكون هنطرح، لما يكون عكس الاتجاه، يعني النقطة رقم تلاتة لأنه الأسفل واتجاه الأرض الأعلى، يبقى رقم تلاتة. نقطة التعادل جهة نقطة رقم كام؟ نقطة التعادل ممكن تكون موجودة فين؟ نقطة التعادل معناها لازم تكون إن هي منطقة طرح. طيب فين منطقة الطرح؟ عند رقم ثلاثة، إن المجالين عكس الاتجاه. نيجي بعد كده للسؤال رقم 15، عزم الازدواج المغناطيسي على ملف يمر به تيار كهربي موضوع في مجال مغناطيسي تقل إلى نصف قيمته العظمى عندما تكون الزاوية بين مستوى الملف وخطوط المجال تساوي كام؟ نص، يعني المفروض الساين بتساوي نص. ساين مين اللي بتساوي نص؟ ساين 30. ما تقومش بقى رايح قايل 30، انت شوفه عايز الزاويه ما بين مين ومين، ما بين مستوى الملف وخطوط الفيض. المفروض دي خطوط الفيض،
الملف الوقت المفروض يكون عامل زاوية 30. طيب الزاوية 30 عندنا هي مين؟ ما بين العمودي على الملف والفيض، يعني الزاوية دي المفروض تكون 30. طيب هو عايز مين؟ مستوى الملف والفيض، يعني عايز الزاوية التانية دي، فلازم تكون كام؟ 60. لازم أركز في الزوايا بتاعت السلكين ما بين مين ومين. رقم 16، في الشكل سلكين تيار نفس الاتجاه، ده 2 وده 4، كثافة الفيض عند نقطة بينهما تساوي. أولا الجذر ده غلط، لأن هنا السلكين في نفس المستوى، فبالتالي اللي احنا هنعمله في النص هيكون منطقة طرح، لأن المجال هنا هيكون نقط والمجال هنا هيكون إكس، فالاتنين عكس بعض فهنطرح، يعني الإجابة رقم ب. رقم 17، في نفس الشكل اللي فات السلك مين يتأثر بقوة، أو السلك باء يتأثر بقوة في اتجاهها فين؟ السلك باء أولا دي منطقة طرح وبره منطقة جمع، فبينتقل من المنطقة الأكبر كثافة للمنطقة الأقل كثافة، يعني ده هيدخل لجوه وده يدخل لجوه، فبيحصل ما بينهم تجاذب، فالسلك باء يتأثر بقوة ناحية اليمين، جهة اليمين يعني رقم ألف. طيب القوة اللي بتأثر على السلك ألف والقوة اللي بتأثر على السلك باء علاقتهم إيه؟ ده التيار ضعف ده، يبقى القوة دي ضعف دي؟ نقول لأ، قلنا القوة المتبادلة هي متساوية في جميع، في متساوية على السلكين حتى مهما كان قيم التيار. يعني رقم 18 الإجابة هتكون رقم جيم. بعد كده بيقول نقطة التعادل تقع بين السلكين ولا في الخارج. دول سلكين لو احنا رسمناهم تاني، سلك فيه اي او فيه تيار 2 والسلك التاني فيه تيار 4، نقطة التعادل هتكون فين؟ هتكون بين السلكين لأنها منطقة طرح، وتكون أقرب للتيار الضعيف، يعني الأقرب للسلك ألف، ده المفروض ألف وده باء، يبقى المفروض بينهما قرب السلك ألف، يعني الإجابة رقم ألف. طيب اتجاه كثافة الفيض الكلي في منتصف المسافة بينهما، منتصف المسافة بينهما اتجاه الفيض هيكون ايه؟ المفروض احنا بنطرح كبير من الصغير، والاتجاه بيكون اتجاه الكبير، والكلام ده يبقى في الشرح ومركزين عليه، فبالتالي هيكون الاتجاه هو اتجاه السلك الباء اللي على الشمال. طب اتجاهه ايه؟ عمودي للداخل، لو مسكته بايديك اليمين يبقى صابعك على اليمين داخله، يبقى عمودي للداخل، يبقى عمودي على الصفحه للداخل. السلك ألف الموضح بالشكل يتأثر بمجال مغناطيسي اتجاهه، والسلك ده المجال المتصل يتأثر عليه هو المجال اللي جاي من باء، برضه هنا هيكون للداخل لأن يمين باء كله إكسات، فيكون عمودي على الصفحة للداخل، يعني رقم باء. رقم 22، على نفس السؤال برضه، إذا كانت المسافة بينهما 16 سنتيمتر فإن القوة المتبادلة لكل واحد متر، القوة المتبادلة لكل واحد متر يعني إف على الطول كله أو الطول بواحد. القانون بتاعنا ميو اي واحد اي اتنين، المفروض ال بس حطيناها بواحد او نزلناها تحت، اللي هي القوة لوحدة الاطوال على 2 باي دي، هنعوض عن الميو ب4 باي في 10 اس سالب 7، اضربها في التيار الاول 2، في التيار التاني ب4 على 2 باي في دي اللي هي 16 في 10 اس سالب 2 عشان تخليها بالمتر، تطلع لك في الاخر 10 مايكرو نيوتن. اخر حاجه بيقول اذا عكس اتجاه تيار السلك باء فان مقدار القوه المتبادله بينهما، القوه المتبادله المقدار بتاعها لا يتوقف على الاتجاه، فهي تظل ثابته حتى لو عكست اتجاه تيار احد السلكين. هنكمل ان شاء الله مع بعض في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.